مساء الخير، عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ رسالة كده لمغتربة في فرنسا. واضح ان انت ست مهزقة وبتحب التهزيق، واضح جدا. يعني انت ست طالعة النهاردة بتقولي ان انا هديت ولاد رضا تليفونات، وان احنا كنا شغالين عنده خدمات، وي وي وي. انت يا ست انت ما عندكش دم، انت يا ست انت ما بتتراجعيش، انت يا ست انت طلعت في بداية الفيديو قلت خلاص وانا بعتذر وما عدتش هتكلم وما عدتش هقول وما عدتش هشتم وانا بعتذر ومش عارف ايه. فوجئتي في نص الفيديو عماله بتقولي فاكر لما ادانا لما بعتنا لولادك فيديوهات تليفونات، فاكر لما كنت ببعت لوالدتك 100 يورو عشان تجيب تكييف، فاكر لما احنا جهزنا بنت اختك، فاكر لما انا كنت ببعت 100 يورو عشان ولادك ياخدوا دروس، فاكر فاكر فاكر. هو انا عايزه اعرف انت، يعني انت كنيتك ايه او انت دماغك رحل فين؟ هو انت من اثناء الكلام بتاعك في الفيديو وانت عماله بتقولي حتى لما كانوا عياله بيحتاجوا حاجه، ولاد الاستاذ رضا ولاد الاستاذ رضا لما كانوا بيحتاجوا حاجه كان يقول ما معيش دلوقتي او الظروف مش مسامحه، تقوم انت تقولي لا انا اللي هبعت وانا اللي هقف في ظهرهم وانا دعمك. الراجل ما ضربكيش على ايدك وقال لك ساعديني، والراجل ما تحيلش عليك وبس ايدك يا حيحانه. الست مغتربه في فرنسا الهيجانه، عيب، واحترمي نفسك. هتموتي هتموتي عشان الريتش وعشان المشاهدات، هتموتي هتموتي عشان الفلوس. بصي يا ستي، الراجل طلقك خلاص، والراجل طلع في فيديو وقال لك انا ما عدتش عايزك. انت بقى تموتي نفسك وعماله بتهاتي وعماله بتصوتي وبتصرخي، عايزه ايه؟ بمعنى اصح عماله بتفضحي في الراجل. مفيش ست محترمه وقفت في يوم من الايام جنب جوزها اللي هو اصبح طالقها وبتطلع تقول عملت وعملت. ما ينفعش، انت ست كبيره وست عاقله، وزي ما بتقولي انا ستي بفهم في الدين وبفهم في الاصول. فين الاصول؟ فين الاصيل يا ست يا متربيه يا محترمه يا اللي متربيه ببيئه بتقول مثقفه عايشه في فرنسا وعماله بتقول ان انا ست محترمه وما فيش زيي وست بنت اصول وقفت جنبك وساندتك وساعدتك. انت طالعه بتفضحي ليه طليقك وعماله بتقول له يعني بتذليه وبتعايريه بالحاجات اللي انت عملتيها؟ هو يعني بالعربي كده ما قدمش ليكي حاجه طول الفتره دي كلها؟ يعني هو الراجل غلط ان هو اتجوز واحدة اكبر منه في السن ورعاكي وانت في الغربة وبقى سندك وظهرك وجابك مصر وفسحك في الدنيا دي كلها، وانت اللي مديتي وانت اللي اشتريتيه؟ الراجل اساسا قالك انا ظروفي على قدي وما عنديش وما حلتيش، موافقة تتجوزيني؟ انت قلت هتجوزك وقف معاك وقف في ظهرك. انت راجعه ليه عامله زي الكلبه السعرانه وعماله بتشتمي في الراجل وعماله بتهينيه وبتهيني عيلته وبتجيبي سيره اولاده ليه؟ احترمي احترمي سنك واحترمي نفسك واحترمي دينك. وعيب عليكي، انت ست كبيره، عيب لما انت في يوم من الايام كل ست في حق كل ستات الدنيا بتساعد جوازها. يعني نفترض ما حصلش نصيب، في ستات بتعيش مع جوازها بالخمسين سنة وبالاربعين سنة وبتطلقوا بيبقى معاهم بدل العيل خمسة وستة وسبعة. كنت انت الفترة اللي انت قعدتها معاهم اربع سنين اللي قعدتهم مع الراجل وعمالة يا عيني مطلعة ديك ام وعمالة بتعايريه وعمالة بتقولي ان انت وقفت جنبه وان انت بعتت لولاده تليفونات ايفونات وان بنتي كانت قاعده على الكمبيوتر ال 24 ساعه بتكتب له في رسائل تبعتها لاولاده. يا ستي عيب اللي انت بتقوليه ده. انت اكيد سمعت رساله امبارح ليكي في الفيديو على قناه اليوتيوب ان هي بتقولك ان انا بقولك لم نفسك، وعيب عيب انت بتقول ان انا سيده مثقفه، عيب ان انت عماله بتعايري بجوزك واولاد جوزك وعماله بتقولي للست الكبيره طلعتك تحجي وطلعتك عملت عمره. يا ست اتقي الله في نفسك. في حد يقول لحد يعني انا طلعت واحده عمره اطلع اقول انا طلعتك عمره؟ ده دي حاجه لله، يعني حتى لو انت ساعدت وسندت دي يدل على ايه؟ الراجل ما غلطش فيكي، الراجل الاستاذ رضا طلع عمل فيديو وقال لك لم نفسك من ناحيتي وبالذات اولادي، ما تجيبيش سيره اولادي، احترمي نفسك.
انت ازاي طلعت تقلي بالراجل؟ الراجل خلاص قالك انا ما عدتش عايزك، الراجل ساب الفلوس وساب فرنسا وساب في الفيلا اللي انت كنت عايزه تكتبها باسمه، زي ما انت طالعه بتقول انا عايزه اكتب الفيلا باسمه، فاهمه؟ وزي ما انت كنت بتقولي انا عايزه اكتب القناه باسمه، قناه ايه يا ام قناه؟ هو لو عايز ده كله كان قاعد من غير حاجه، لكن هو الراجل خلاص طلقك بالتلاته وقال يعني اطلعوا من دار البلا بلا بلا، هو مش عايزك خلاص، الراجل عايز يستقر ببلده وعايز يقعد جنب ولاده وعايز يربي ولاده، خصوصا ان اللي انا قلت كذا مره ان ولاد رضا مطلق مراته الاولانيه ومعاه اولاد منها، والاولاد مش عايزين ابوهم يبعد عنهم اكتر من كده. الغربه لها تمن، والاولاد ما لهمش ام، وستهم اللي هي ام ابوهم اللي بتربيهم ست خلاص بقى رجل في الدنيا ورجل في الاخره. انت فاهمة ولا مش فاهمة؟ فانت هو عرض عليكي تعالي عيشي معايا في مصر، انت لا قلتي لا عايش في فرنسا، لان انت واخدة على عيشة فرنسا وعمالة بتتفسحي وعمالة عايزة تروحي هنا وتيجي هنا. انت يا ماما انت مش قد العيشة بتاعتنا، انت فاهمة؟ هي اللي عمالة بتنشر غسيل الوسخ بتاع ابن بلدنا، وانا بقول لها تلمي وعيب وبطلي معايرة، مفيش حد بيدي حاجة حد لحد بيسنده، ده اللي بيطلع حاجة لله، والناس اللي بيتنصب على ما بتطلعش تقول احنا اتنصب علينا وحد ضحك علينا، انما انت طالعة تعاير يا مفترية، يا مفترية بوردو، يا مفترية، يا مفترية بوردو، طالعة عمالة بتقولي ان انا وديت لولاده، بقيت اجيب لولاده لبس ومش عارف اودي لولاده دروس وبعت لهم فلوس. انت ما كانش بهون عليك تبعت لولادك ولا جنيه. في مرة تقول كلام كده على طليقها اللي هو كان جوزها في يوم من الايام ده، يعني ياما في ستات متطلقة. طب انت مشاكلك حلها بينك، حل مشاكلك بينك وبينه كده، يعني مش شرط تطلعي تنشري غسيلك الوسخ كده على القنوات، مش لازم يعني كل ده عشان الريتش، كل ده عشان المشاهدات وعشان الفلوس وعشان اليورو. اليورو هيجننك يا نقطة، يا نقطة اليورو هيجننك يا نقطة، يا نقطة عيب، احترمي نفسك يا نقطة، انت ست عاد عندك 60 سنة، عيب، عيشي بقى لنفسك وعيشي لاولادك واحترمي نفسك واعملي الروتين بتاعك زي ما انت بتعمليه يا مفتريت بوردو، احترمي نفسك وبلاش تقعدي تشتتي في عرض الراجل وعرض ولاده. كل ده يا عيني ذنبه ان هو طلقك، ليه يطلقك؟ ليه يسيبك؟ الراجل ما اذنبش ان هو يطلقك وما اذنبش ان هو يسيبك، الراجل قالك خلاص العيشه اصبحت مستحيله بينا، انت بقى عايزه تتلزقي فيه وعايزه تعيشي فيه، وعماله كل شويه تعملي فيديوهات انا هتجوز واحد فرنسي، انا بحب واحد فرنسي، انا عايش مع واحد فرنسي. طب ما تتجوزي، مش لازم يعني بالطبله والمزمار. هو خلاص الراجل تقيل وراجل محترم والراجل احترم نفسه والراجل اشترى عيلته واشترى ولاده وباعك، الراجل من الاخر كده باعك، الراجل قالك باي باي مع السلامه، مش لازم لي فلوسك. اكيد الراجل ما سابكيش كده من فراغ، ما هو طلع وقال ان انت ست عصبيه وبتطرديه كل شويه، بتطرديه من البيت اللي انت قاعده فيه، كل شويه تقولي اتفضل اطلع بره، اتفضل امشي من هنا، طلقني طلقني، لو انت راجل طلقني، اهو بقى راجل وبقى ذكر وطلقك. انت طالعه بقى عامله زي الكلبه السعرانه وبتهبلي ليه؟ وعماله بتخبطي في الحلل ليه؟ وعماله بتعيطي ليه؟ وبتنحنحي ليه؟ وعماله بتصوتي ليه؟ وعماله بتتلزقي في الراجل. الراجل قال لك خلاص عيب واحترمي نفسك يا حيحانه يا هيجانه وعيب. يا جماعة يا جماعة الخير، أنا طالعة عشان الرسالة دي هتوصلها، لأن الست دي مفيش في تواصل بيني وبينها، مفيش رقم تواصل إن أنا أتواصل معاها، هي ست عايشة في فرنسا وكانت متجوزة راجل من هنا من مصر، راجل مصري، هي مصرية بس كانت عايشة في فرنسا، والراجل كان مسافر فرنسا وشافته هناك، وهي اللي عرضت عليه الجواز، وهي اللي قالت له هتجوزك، وهي اللي قالت له هصرف عليك وعلى عيلتك واللي أنت عايزه من الألف للياء. والراجل خلاص اتجوز، يعني كل واحد متجوز واحد بيكمل التاني. هي الراجل بقى عاش عيشته عاد 5 6 سنين معاها، فتقريبا طلب ان ولاده يطلعوا يعيشوا في فرنسا، هي رفضت. يعني قال هو ليه 3 اولاد، طلب ان اولاده يطلعوا يعيشوا في فرنسا بس هي للاسف رفضت.
بالعلم ان هي معاها بنتين، هي كانت متجوزه واحد سوري ومعاها بنتين من طلاقها الاولاني السوري، عايشين مع امهم اللي هي مغتربه في فرنسا، عايشين مع امهم وعمالين في يعني عايشين في خير امهم، بياكلوا واشربهم وبقوا انستين كبار، يعني الواحده فيهم عندها 25 و26 سنه، والراجل ليه 3 اولاد واطفال، وكان متغرب على اساس يجيب لهم قرشين وكل سنه ينزل شهرين ثلاثه، هي عايزه تاخد الراجل وترمي العيال، ترميهم وبعد كده تبعت لهم ايه اللي في النصيب عشان العيال ما يقعدوش يقولوا عايزين ابونا ابونا. عماله بقى بتذلهم، جبت لهم تكييف، ده العيال كانوا قاعدين في الحر. مش عيب ان انت تتجوزي راجل فقير، مش عيب، العيب ان انت تطلعي تبقي ست كبيره كده ومهزقه يا حيحانه يا هيجانه، وتطلعي تقولي عليه ان انا ساعدتك او ان انا اديت لك او ان انا عطيت لك. انت كده بتفضحي نفسك، انت كده بتقلي من نفسك، كده بتقلي من شكلك، وكده بتقلي من كرامتك، يا قله الكرامه يا عديمه الذوق والادب. تعالي احنا بقى كستات مصريات نعلمك يعني ايه ادب، ويعني ايه احترام، ويعني ايه ان احنا بنقدر ازواجنا وبنشيلهم فوق الروس. الراجل انت قلتي بلسانك في وسط الكلام، انت عماله بتناقضي نفسك اصلا. ده كان شغال وبصراحه كان بيجيب فلوس، وترجع تاني تقولي انا وقفت جنبك وساعدتك وانا اللي كنت بصرف عليك وانا وانا. لحد امتى؟ لحد امتى؟ فعيب احترمي نفسك واحترمي سنك واحترمي دينك واحترمي قرآنك، لان انت كده ست مهزأة وبتهزأ الراجل وبتنشر غسيلك الوسخ مش على مصر كلها، ده على كل الدول العربية. عيب، انت ست مفضوحة واخدة على الفضيحة، وشك مكشوف اصلا، واضح ان انت عايشة في دول الفرنجة، فعشان كده انت مش فارق معاكي لجران ولا فارق معاكي الناس، لان انت لو عايشة في بلاد زينا في ارياف وفي مدن زينا مدن مصرية او في مصر عامة، مفيش واحدة تطلع تقول كده على جوزها احتراما لاولاده واحتراما لنفسها. يبقى كده بيقولوا عليها لو مؤاخذة مرة ايه، مرة ناقصة ومرة قليلة الادب ومرة قليلة الذوق ومرة مش محترمة، اللي هي تطلع تقعد على تقول على جوزها كلام لا يليق. وانا بقول لك للمرة التانية والتالتة احذري، احنا جنود في ظهر ولاد بلدنا. انت اذا كنت انت عشت في فرنسا وخدت الجنسية الفرنسية وعشت وحبيت فرنسا، وانت فضلت فرنسا عن مصر خلاص، والراجل جه حب يفضل بلده مصر عنك، يا استاذ رضا ما عدتش تطلع ترد على الست الحيحانه دي. الست عماله بتتلزق فيك وبتتبلى عليك وعماله بتقول كلام ما يتغسلش عليه هدوم، ما يتلبس عليه هدوم، زي ما بقول ست عريانه كده عارف مع الريع عن وشها. يا استاذ رضا ما عدتش ترد على الست دي، الست دي فعلا المفروض تندم على كل لحظه انت عايشتها معاها. انا كنت فاكره ان انت ست محترمه وكنت انا بحبك الصراحه، بس انت نزلت من نظري. انا كنت بحبك وكنت بحترمك، بس انا نزلت من نظري، انت نزلت من نظري، لان انت ست فعلا يعني مسيئة بكل اللغات اللي في العالم. انت ست مسيئة لنفسك ومسيئة لأهلك، لان مفيش حد يطلع يعك ويقول انا عملت وجبت وسويت وتركت. ده قالت كلام كتير جدا، انا مش عارف اعيد الكلام زي ما هي بتقول. يعني هي قعدت يجي ساعة ونص في الفيديو النهاردة من حي ما قالت ومن حي ما عادت ومن حي ما قالت، وغلطت في الراجل المحترم الأستاذ رضا. أستاذ رضا شخصية مؤدبة، شخصية محترمة، ابن بلدنا، ابن محافظة الغربية، شخصية محترمة، وأنا عارفاه، لأن الراجل ده ما استحقش كل اللي حصل. راجل رجع مصر عشان ولاده، لان لا لهم ام تربيهم ولا ام تقعد تحافظ عليهم، وطبعا اخواته متجوزين، وامه ست عادت عجوزه ما عادتش لا حول لها ولا قوه، عايشه اليومين اللي هي عايشاهم شكرا. راجل عايز يقعد جنب ولاده يشوفهم رايحين فين جايين منين بيتربوا ازاي وعايشين ازاي. انت بقى ست حيحانه، عماله بقى ست فاضيه، دماغك فاضي، دماغك ترارلي، شويه تقول انا ما عدتش هطلع اتكلم، وشويه تقول انا مش هقول، وشويه تقول هعمل سلسله فيديوهات واطلع افضحك، وشويه مش عارفه اجيب شهود. شهود على ايه يا اختي؟ شهود على ايه؟ شهود على ايه اللي انت تجيبيهم؟ ده انت ست مفضوحك فينا شرك، انت الشر اللي ربنا قال عليه، انت الوسواس القهار اللي ربنا قال عليه. اهدي وتهدي، عيب عيب يا ستي يا حيحانه، عيب يا مغتربه بوردو، يا مغتربه بوردو. احترمي نفسك، احترمي سنك، الراجل مش حملك. هو رد عليك في فيديو وحذرك، قال لك ما عدتش تجيبي سيرته ولا سيره ولاده، وولادي خطح
انت طالعه عماله بتقولي وجبت 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 وعملت وساعدت وعملت وسويت، واني 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 ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ربنا يهدك هده قويه. عيب عيب، بطلي تقعدي تهيني في الراجل وتهيني في عيلته وتحسسين ان هو ما كانش له شخصيه، والراجل ما كانش قد المسؤوليه، والراجل ما كانش بيصرف على عياله، ويعني يعتبر ما كانش موجود اصلا. يعني انت كل اللي في الكل. عيب، ما فيش واحده محترمه بتقول كده. هو راجل خلاص قال لك باي باي مع السلامه، والطلاق حدث خلاص. لمي نفسك بقى وترجعي تقولي اصل انا وانا كنت بعمل وانا ده، وترجعي تاني تنقدي نفسك، وانا كنت بدافع عنك، وانا وانا وانا. انت اعوذ بالله من كلمه انا، ما يقولش كلمه انا الا الشيطان، وانت شيطان. كلمه انا دي الشيطان اللي بيقول. يا نقى يا نقى يا نقى يا مجبوره، يا نقى يا جباره. ربنا يهدك، احترمي نفسك واحترمي سنك. وعيب عيب كل اللي انت بتقوليه ده، عيب عيب بصراحه. ويعني اقول لك ايه، بس اقول لك ان انت ست مهزقه، وست اصلا غير مؤهله ان انت تكوني زوجه. عايزه تتجوزي، تتجوزي راجل بطوله، راجل بطوله من غير ولاد، راجل يعيش لك بس كده لنفسك. انما الراجل ده وراه اسره، وراه اولاد عايزين يتربوا وعايزين يعيشوا. انت بقى خليك في فرنسا، عيشه فرنسا وعيشه الفرنجه، خليك عايشه زي ما انت عايشه، بس اعملي روتيناتك عادي وعيشي حياتك عادي. مش شرط كل شويه تقعدي تشتمي في الراجل وتهينيه وتذل الراجل. يا شيخ اتقي الله في نفسك، يا شيخ يا شيخ. عيب، وعيب اللي انت عماله بتتكلمي فيه، وعيب الالفاظ السوقيه اللي انت عماله بتطلعيها. وفي منتقدين كتير، اللي ينتقدك ينتقدك. لما انت ست على حق ما تسيب الناس تنتقد، سيب الناس تقول اللي عايزه تقوله، سيب الناس براحتها. انت عماله بتطلعي بتشتمي في الناس وبتقولي على الناس شراشيح، امال انت ايه؟ يا سياده رضا افندي، الست دي لو انت رجعتها فعلا هيبقى هي صادقه في كل كلمه انت هي قالتها. فانا بقول لك خليك في نفسك ومالكش دعوه بحد، وما تهنش نفسك تاني مع ست فضحتك وفضحت ولادك وفضحت عيلتك، فضحتك بكل قرش صرفته عليك وعلى اولادك، فضحتك بالذهب اللي هي جابته لامك، قالت لكم ده انتوا ما كنتوش لابسين الذهب، ده انا اللي لبست لامك الذهب، ده انا اللي لبست اخواتك ذهب، ده انا اللي وديت امك تعمل عمره وتحج، ده انا اللي لبستك الحلو كله، ده انا اللي لبست ولادك، ده انا خليت ولادك راحوا خدوا دروس وخدوا وخدوا وخدوا. دي اتقالها سيده ايه؟ دي اتقال عليها سيده ايه بالظبط؟ دي اتقال عليها ايه؟ يعني عندنا في الاسلام يقولوا على السيده اللي زي دي ايه؟ يا جماعه انا طالعه انتقد السيده دي بصراحه، لانها زادت عن حدها، واللي زاد عن حده يتقلب ضده. الست دي لازم زي ما هي بتتكلم على الفيسبوك وعماله بتفضح في طليقها اللي هو يعني هو جوزها بس اصبح طليقها، وعماله بتهين واحد مصري، بتهينه في شرفه وفي سمعته، بتهينه بناته، وبعماله بتقول كلام وبتتبلع على الراجل. فانا طالعه بقول لها عيب، احترمي نفسك، ودي رسالتي ليكي. وانا طالعه عشان اقول لك انت ست مش قد المسؤوليه، وست غير مؤهله ان انت تكوني زوجه لاي حد. فانا بقول رساله لكل راجل، مش اي ست ست تقول لك تتجوزها كده وخلاص. حكم في رجاله مهزقه برضو، في رجاله مهزقه زي ما في ستات مهزقه، في رجاله بيحبوا يتجوزوا نسوان كده تصرف عليهم. فالستات مهما يكون، مهما يكون مراتك وحبيبتك، هيجي لحظه في لحظات ممكن، بس مش كل السيدات، في سيدات محترمات مؤمنات عندهم دين وعندهم تقوى، بس في سيدات ولادات الاصل ولادات الدين القيمه ومعريين عن وشهم رجاله، يعني دول ستات ناقصه. عرفتم ولا ما عرفتوش؟ فانا طالعه عشان اوصل لها الرساله دي، وبقول لها تهدي. وعيب عيب يا مغتربه في فرنسا، عيب يا مفتريه بوردو، تطلعي تغلطي في اسيادك، تطلعي تغلطي في الناس اللي انت كلت معاهم عيش وملح وقعدت في وسطيهم. والست ام رضا كانت بتحبك قوي، الست ام رضا كانت بتحبك وكانت بتعشقك وكانت بتقول لك انت حبيبتي يا هناء، وانت ماليش الا انت يا هناء، وانت 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 تتكلم عن الست بصفتك ايه؟ انا بتكلم ان انا واحده طالعه بدافع عن الراجل المحترم الاستاذ رضا، اللي مش عارف اساسا، يا عيني راجل ما بيعرفش يتكلم، كان كلمه على بعضها وما بيعرفش يرد على الست ايه؟
طليقته. فانا طالعة ان انا ارد ان انا صفحة انتقاد وبنتقدها على اللي هي بتقوله. لابد ان احنا نراجع الناس، لابد ان احنا نحاول السيدات المفتريات نقول لهم انتوا غلط في اللي انتوا بتعملوه، واتقوا الله، اتقوا يوم ما ترجعون فيه الى الله. وكل ست تحترم يعني البدايات اخلاق والمفروض تبقى النهايات اخلاق. انت خلاص الراجل خلاص طلقك وقال لك باي باي، وانت كلت معاش وملح في يوم من الايام، وانت ما كنتش بتسيب الراجل ده، انت كنت بتخليه ينظف جنانه الفيل ومسح لك السلالم واغسل لك هدومك واطبخ لك كل حاجه. احنا كنا بنشوف كل الكلام ده، وزلتيه، وبعد ما طلقك برضه بتزليه وبتحاولي تقولي له دي ما عملت لك، يخص عليكي ويخص على اليوم اللي انت جيتي فيه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. اما انت ست مفترية فعلا وست ما عندك الذوق، يا مفترية بردو، يا ست يا قلبت الاصل، يا ست يا اللي انت ما انتش محترمة، يا اللي عمالة بتغلطي في اسيادك وعمالة بتغلطي في الراجل اللي قواك، والراجل اللي انت في يوم من الايام نمت في حضنه ونمت على سرير واحد، والراجل في يوم قال لك كلمة حلوة، والراجل اللي احتضنك في يوم من الايام، ومع ذلك طلعتي وخنت العيش والملح وعمالة بتقلي منه وعمالة بتزلي فيه. يا عيني افرضي يعني جوزي مثلا ظروفه على قد، اطلع ازله؟ اطلع اقول انا عملت لك وعملت لك؟ يخص عليك. وعمالة كل شوية هتجوز واحد فرنسي، انا هقابل واحد فرنسي النهارده. انت في ايه؟ انت ما عندك الصبر؟ مش قادره تصبري على نفسك؟ بتقلبي عايزه كل يوم راجل؟ ايه مش قادره تصبري على نفسك ولا ايه بالظبط؟ ايه يا ما في ستات بتقعد من غير رجاله لحد ما تموت، هتموتي يعني ولا ايه بالظبط؟ هتموتي ولا ايه من قله الرجاله؟ هتموتي ولا ايه؟ عيب، احترمي نفسك وخليكي مؤدبه وخليكي في حالك وملكيش دعوه بحد. خليكي مؤدبه وخليكي ملكيش دعوه بحد. حيحانه يعني ست هيجانه يعني، هي دي اقل لفظ، لانها بتقول الفاظ سوقيه، فلازم اطلع لمستواها وبعد كده انزل لمستواي عادي يعني، انزل لمستوى اطلع لمستوى بعد كده. احنا ملناش دعوه ازاي ست عماله بتغلط في طلقها وطلقها دي مصر، وعماله بتتكلم كلام ملوش لازم. بصراحه انا يعني هي استفزتني يا جماعه، هي استفزتني ومستفزيه الناس كتير. ايه قله الذوق دي؟ ايه قله الاحترام دي؟ ايه قله الادب ده؟ ايه امال عايشه ازاي في فرنسا وعايشه في جو فرنسا وعايشه في الثقافه وعايشه في مش عارف بتتكلمي لغه فرنسيه ومش عارف ايه؟ عيب عيب. انت كنت في يوم من الايام مع الراجل، والراجل كان بيوديكي اسبانيا ووديكي مش عارف ايه، وعماله يعني بتتهمه في واحده ست تانية، عماله بتقول له انت رايح تكلم عدوتي ورايح تمشي مع عدوتي. ايه ايه العك ده؟ ايه العك ده؟ يعني يعني دايما الست المحترمه تتربط من لسانها، تتعف. الست العفيفه دايما بتكون محترمه مع طوب الارض. لكن انت كده ست ما عادش ليك امان وما عادش ليك اصلا اطمئنان ان اي حد يرتبط بيك ويعيش معاك، ايا كان ايا كان الراجل ده. لان انت فعلا كده قلتي بنفسك وقلتي بعيلتك وقلتي بولادك، وانت ست اساسا لو انت متربيه مش هتطلعي تزل في عيله جوزك وتقولي له وتزليه يا عيني وتقعدي تقولوا عملت وعملت وحسبي الله ونعم الوكيل، والراجل ما غلطش لما سابك وطلقك وقال لك باي باي مع السلامه، لان انت فعلا ما تستحقهوش وما تستاهلهوش وما تحاوليش تعيشي معاه لحظه واحده. لان اكيد انت بتطلعي تقولي كده على الهوا، انت اساسا بتطلعي تقولي كده على الهوا، عماله بتقولي وبتغلطي كده على الهوا، وعماله بتقولي كلام ما يتلبس عليه هدوم، وعماله بتقولي عملت لك وعملت لك. يبقى بعد كل ده عايزاه؟ امال بقى لو انت بينك وبينه كنت بتقولوا له ايه يا حيحان؟ انت كنت بينك وبينه بتقولوا له ايه يا هيجان؟ حسبي الله ونعم الوكيل، واتقوا يوما ترجعونها في الله. ويا نوقه، عيب، واحترمي نفسك ولمي نفسك، وانتظروني في فيديوهات اخرى. باي باي.